أحمد زيدي. فقط في سطور نقول، لأنه لا يمكننا أن نختزل حياة إنسان في كلمات. أحمد زيدي ابن فلاح، تنقل في الدراسة بين بوزنيقة، مدرسة السوق آنذاك، والرباط بمدارس محمد الخامس، ثم ثانوية مولاي يوسف، ثم جامعة محمد الخامس، وكلية الحقوق بالجزائر العاصمة، ثم كلية الحقوق بالرباط، ثم المعهد العاصمة الفرنسية باريس. دخل عالم الصحافة كصحفي بالتلفزيون المغربي القناة الأولى لمدة حوالي 20 سنة. تألق خلالها بامتياز في مختلف المحطات التي يذكرها زملاؤه، وتقلد مسؤوليات بهذه المؤسسات التي انتدبته.